بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ وياكم شباب. هنا راح ناخذ أول بداية، هاي قصة حول ولد اسمه علي عمره 18 سنة، راح إلى المستشفى، يعني جاء إلى المستشفى شعبة الطوارئ emergency department ويحمل وياه شنو يحملها سيفر بين، يعني شنو عنده ألم حاد. هذا الألم اللي ظهر عنده وين موجود؟ وين موجود عنده هذا الألم؟ موجود عنده his lower back وبالأبدومن and leg. يعني وين موجود عنده هذا الألم؟ موجود عنده بأسفل الظهر، وموجود عنده بالبطن، وعنده بالأرجل. يعني هذا المرض مالته. حلو. فهذا المرض إيش وقت يعني بدأ يظهر عنده؟ يقول which began after two day history of nausea and vomiting caused by. هنا يقول هذا المرض بدأ يظهر عنده من بعد يومين، إنه ظهرت عنده أعراض مثل نقول شو صار عنده لعبان نفيس أو صار عنده تقيؤ. فهذا المرض ظهر عنده من بعد يومين، فظهرت عنده أول أعراض اللي هي مثل نقول لعبة نفسه أو صار عنده تقيؤ بسبب التهاب. وين صار عنده التهاب بالجهاز الهضمي مالته، بالجهاز الهضمي. فهذا علي من كان عمره، علي من كان عمره شقد؟ كان عمره 3 سنوات. كان هو يعاني من مرض اسمه سايكل سيل ديايسيس. يعني شنو سايكل؟ يعني فقر الدم المنجلي. شنو هو فقر الدم المنجلي شباب؟ فقر الدم المنجلي انه خلايا الدم الحمراء الار بي سي مالتنا هي شكل مالتها انه يعني الطبيعي شكل مالتها تكون قرص مقعر الوجهين. يعني شلون؟ خليني اجي اوضح لك اياها. انا برسم هنا أنا يعني تكون هيك على شكل قرص مقعر الوجهين. ففقر الدم المنجلي ايش راح يسوي لي بشكل الخلايا؟ راح يجعلها شلون تشبه المنجل، يعني هيك تصير تقريبا هيك تقريبا. فهنا أنا راح يتغير بشكل خلايا الدم الحمراء من القرصي راح تصير بشكل المنجل. زين هسه احنا عرفنا انه فقر الدم المنجلي هو تكون الخلايا دم الحمراء بشكل المنجل. بس هو فقر الدم شنو؟ المنجلي عرفناه انه تكون خلايا الدم بشكل المنجل، بس فقر الدم شنو؟ فقر الدم يا شباب خلايا الدم الحمراء من راح تصير بشكل المنجل راح يعني ما راح تصير عندها القابلية ان تستمر بالعيش مالتها. يعني راح مثلا راح تفقد القابلية انه تعيش، وبالتالي راح تصير بيها راح تتحلل وتموت. فيعني ايش راح يصير؟ طبعا هذا المرض فقر الدم المنجلي السبب مالته عوامل وراثيه، يعني هو يجي من سبب عامل وراثي. هسه احنا عرفنا انه فقر الدم المنجلي يعني انه خلايا الدم الحمراء راح تكون بشكل المنجل، يعني راح يتغير شكلها من القرصي الى المنجل. فقر الدم انه هاي يعني الخلايا من راح تصير بشكل المنجل راح تفقد القابليه مالتها على العيش، وبالتالي راح تتحلل وتموت. فايش راح يصير عنده؟ راح يصير فقر دم، يعني راح شمال تتكون خلايا دم حمراء راح شنو تصير بشكل المنجل وتموت. فهكذا راح يصير عنده فقر دم هيك، يعني هاي الفكره مالته. طبعا احنا بالوراثه بالسادس ثم اخذتوه الصور انه فقر الدم المنجلي اخذناه بالوراثه. الرمز مالته شنو؟ الرمز مالته اذا تذكرون HBS. هذا الرمز مالته اللي هو كنا نسميه قليل طافر متنحي، لان هذا اس سمول. فايش راح يصير عندي هنا؟ هذا فقر الدم المنجلي راح ياثر لي علي من على صبغه خضاب الدم اللي هي الاتش بي، يعني شنو الهيموغلوبين. فمن راح ياثر لي على صبغه الهيموغلوبين؟ ايش راح يصير؟ هاي الهيموغلوبين من راح يتاثر؟ راح يغير لي شكل خلايا الدم الحمراء منين؟ من القرصي الى المنجل. فراح يصير عندي انا شنو؟ فقر الدم المنجلي. نعيد انه فقر الدم المنجلي يا شباب السبب مالته هو عامل وراثي، يعني هو المرض اصلا هو عامل وراثي. راح بس شباب المايك كذا واحد مفتوح يسد. ايه السبب ماله عامل وراثي، انه هذا العامل الوراثي يا شباب راح ياثر لي على اليمن على الهيموغلوبين. فبالتالي الهيموغلوبين راح يغير شكل خلايا الدم الحمراء الار بي سي منين؟ من القرصي الى المنجلي. فبالتالي الاشخاص، يعني هاي معلومه ما مطالبين بها انتم، انه الاشخاص اللي يمتلكون هذا الاتش بي اس بشكل نقي
نقي يعني HBS small. هذول يموتون ما بعد عمر المراهقة، يموتون ما بعد عمر المراهقة. هاي معلومات يعني ما السادس يعني عمود ناخذ على فقر الدم المنجلي. هو طبعا هاي القصة انتم كلها ما مطالبين بيها، بس انه لازم تعرف يعني كمقدم. فهنا شنو سووا؟ يقول هنا ومن ثم دخل الى الهوسبيتال. ها باعوا يا شباب، شنو بازو سيل كان حلو، باعوا يا شباب. خلينا نروح هنا ننتقل الورقة البيضاء احسن، ننتقل الورقة البيضاء. شوف شباب انه احنا هسه احنا عندنا مثلا الوعاء الدموي، هذا الوعاء الدموي، هذا الوعاء الدموي. الوعاء الدموي شنو بي؟ بي خلايا الدم الحمراء، صح لو لا؟ بي خلايا الدم الحمراء، هاي خلايا الدم الحمراء، بي خلايا الدم الحمراء اللي تكون بشكل قرص. خوش، فمن راح تكون خلايا الدم الحمراء بيا شكل؟ من راح تكون خلايا الدم الحمراء هسه انا عندنا مثلا بشكل المنجل راح تصير عندي انا. يصير عندي انا بشكل المنجل. ايش راح يصير بالوعاء الدموي مالتني؟ راح يصير بي يعني شلون انسداد، او يعني يصير ظاهر يعني تجلط الدم. ليش؟ لان انا يعني راح يصير انا خلايا الدم الحمراء بشكل المنجل، وبالتالي شلون يعني راح يصير انسداد، انسداد في الاوعيه الدمويه، راح يصير انسداد عندنا بالاوعيه الدمويه. فهذا يعني علي صار الفقر الدم المنجل، انه هاي فكرته يعني. يعني بخلايا بالاوعيه الدمويه من راح يصير خلايا الدم الحمراء بشكل المنجلي راح يصير عندي انسداد انا، فيعني يصير شلون تجلط بالدم. خلني جلسه نرجع للسلايد مالك. فهي هاي الظاهره، هي هاي الظاهره، هاي يعني شنو فاسو اوليجو سايكل سيل كاري، يعني هي هاي يعني يقول انه راح يصير عندي شلون كان هو متعرض الى ازمات يعني مماثله في الخلايا المنجليه مما ادت الى انسداد وين؟ في الاوعيه الدمويه، لان الخلايا صارت بشكل المنجل عنده. طبعا شباب الهيموغلوبين، الهيموغلوبين الموجود باجسامنا احنا طبعا هو يختلف ما بين الاناث والذكور. الاناث يكون ما بين 12 الى 15.5، اما الذكور يكون لا من 13.5 الى 17.5. فيعني الحد الطبيعي مالت الهيموغلوبين بصوره عامه انه هو يكون ما بين 12 الى 16، هذا الحد الطبيعي مال الهيموغلوبين الموجود باجسامنا. فهنا جاي يقول انه وجدوا انه اللي قاسوا الهيموغلوبين مال هذا علي شنو لقوا؟ لقوا 7.8، يعني الهيموغلوبين منخفض عنده، منخفض عنده. ليش؟ لان خلايا الدم الحمراء صارت يعني بشكل المنجل ما ادى لانسداد الاوعيه الدمويه. لان انا قلت لكم انه فقر الدم المنجلي راح ياثر لي على صبغه الهيموغلوبين، فاذا اثر على صبغه الهيموغلوبين فهاي صبغه الهيموغلوبين راح تغير لي شكل خلايا الدم الحمراء منين؟ من القرصي راح تسويه بشكل المنجل. خوش هسه اللي هنا تمام، خلينا نجي نشوفنا هنا امينو اسيد ستراكشر. راح ناخذ نظره عامه حول الامينو اسيد، انه احنا يا شباب موجود عندنا تقريبا بالطبيعه، موجود عندنا يعني بالطبيعه 300 ديفرنت امينو اسيد، يعني تقريبا عندنا بالطبيعه مالتنا 300 امينو اسيد. بس يعني احنا يعني ثدييات يعني مثل الانسان او الثدييات، انه احنا موجود عندنا تقريبا باجسامنا تقريبا 20 امينو اسيد، 20 امينو اسيد. هس طبعا هو اكثر من 300 طبعا موجود بالطبيعه، بس يعني هو هناك احد يعني معطيك اياه، و300 ديفرنت امينو اسيد موجود عندنا بالطبيعه، ولكن داخل اجسامنا احنا اللي نكون الثدييات يكون عندنا تقريبا 20 من الامينو اسيد موجود عندنا. وطبعا البروتين، خلني جلسة ناخذ نظرة عامة حول البروتين. هو شنو هو البروتين على مود نعرفه؟ البروتين يا شباب قد يتكون من جزيء بولي بيبتايد واحد، يعني سلسلة طويلة، او يتكون او شنو هو البولي بيبتايد؟ يعني احنا قلنا البروتين يتكون من جزيء بولي بيبتايد واحد او اكثر، يعني اكثر من بولي بيبتايد قد يكون. شنو السبب؟ انه هذا البولي بيبتايد
يتكون من سلاسل، سلاسل منين؟ من الأحماض الأمينية، يعني أحماض حامض أمين ارتبط بحامض أمين ارتبط بحامض أمين إلى ما لا نهاية. كون لي طبعا الحد ما فوق العشرة يسمونه بولي بيبتايد، راح ناخذه بعدين. إذا منت أكثر من عشرة عندنا أمينو أسيد يسمونه بولي بيبتايد، أما ما بين ثلاثة إلى عشرة يسمونه أوليغو بيبتايد، يعني قليل البيبتيد، وإذا واحد يسمونه بيبتايد. فهو هذه الفكرة مالت. خلنا جينا نشن إنه إحنا البروتين مالتنا الدي إن أي طبعا وين موجود؟ موجود عندنا بالنواة. الدي إن أي مالتنا واللي هو منين يتكون؟ شنو هسايل A T ال G؟ هاي طالب يسأل يقول شنو هذا اللي نحفظهن؟ أنت طبعا ما مطالب بحفظهن، بس إحنا يعني مطالب أن نشرحهن إليك، يعني تعرف شنو جاي يصير هنا. عندنا هسا هذا الشريط الدي إن أي الموجود عندي وين؟ أنا موجود عندي بالنواة. طبعا هاي خطوات تكوين البروتين. شلون؟ السلام عليكم، هاي محاضرة شنو؟ هاي محاضرة أولى مال الكيمياء. أي هنا عندنا شريط الدي إن أي يتكون منين؟ من القواعد النيتروجينية. للأسف إنه أنتم ما أخذتم السادس، يعني اللي هو موجود عندنا كان بنهاية ما بعد الوراثة، موجود عندنا تتابع القواعد النيتروجينية. إنه هو هذا الرمز الأي، هذا الرمز الأي ما يغني عن بالك يعني حرف أي وهاي، لا هذا معناه الأدينين. التي يعني الثايمين، الجي يسمونه الجوانين، بعد عندنا السي يسمونه السيتوسين، وعندنا بعد بعدها وعندنا اليو، هذا اليو اللي يسمونه اليوراسيل. خلنا نجينا شنو يعني هاي الاي صارت تي، شنو التي صارت اي؟ باعوا شباب، خلنا نروح ننتقل للورقه البيضاء افضل. خلنا نجي لهنا. باعوا يا شباب انه احنا مرات بالسادس يعني ناخذ بس كمقدمه حولهم. عندنا احنا كان هناك يسمونه الدي ان اي، يعني شريط مال دي ان اي، وناخذ المتمم مالته، وعندنا مرات دي ان اي يسمونه القالب. فرضا هسه انا عندي انا دي ان اي، دي ان اي احد شريطي الدي ان اي يعني، وهنا راح ناخذ فرضا الشريط المتمم مالته هنا، يعني مثلا نقول دي ان اي هنا هذا القالب يسمونه، هذا القالب، وهذا يسمونه الفوق يسمونه المتمم، المتمم. فرضا انا عندي هنا اي، مثلا عندي هنا اي جي تي، وعندي مثلا هنا سي جي تي، وبعد عندي شني جي تي اي فرضا. انه شباب اريدك انت يعني القاعده انه هنا هذا جدا سهل، جدا سهل يعني، لا يعني مع بالك صعب. انه هنا عندنا الاي اللي هو الادينين، ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الثايمين تي، وعندي السي شنو اللي هو السيتوسين، ايش راح يساوي؟ راح يسوي لي الجوانين اللي هو الجي. وبعد وطبعا بعدين راح اذكرك هاي القاعده بعد. خلني نجي شوف، يعني هنا انا عندي انا بالدي ان اي، يعني وين ما اشوف انا، يعني وين ما اشوف اي واريد ابدله بمن ابدله؟ الاي تقابلها التي، اي صارت الجي تقابلها السي، هاي السي تقابل الجي، او الجي تقابل السي، ماكو فرق يعني، واحد يساوي الثاني. التي الاي والسي تقابل الجي، والجي السي، والتي الاي، والجي تقابل السي، والتي هنا الاي، وهنا التي. خوش، هي هاي يعني التتابع. بس انه احنا بعدين بالام ار ان اي، بالام ار ان اي يعني احنا ايش راح نسوي؟ راح نحول الدي ان اي الى الار ان اي، فهاي يسمونها عمليه الانتر، يسمونها عمليه
تران سكريبشن يسمون عمليه اللي هي عمليه تحويل الدي ان اي الى الار ان اي لغرض تكوين البروتينات، لان هو الار ان اي هو اللي مسؤول عن تكوين البروتينات اللي راح يكون للرايبوسوم، والرايبوسوم هو اللي يكون البروتين. خلينا نجي لنا شو هنا القاعده بالام ار ان اي، راح يصير عندي اختلاف بسيط. انه شنو الاختلاف البسيط؟ انه يقول عندي بالترتيب القواعد النيتروجينيه هذني هنا ما يصير انه هنا يصير عندنا تي بالترتيب. يعني شلون؟ يعني كل اي راح يقابلها يو اللي هو اليوراسيل. هاي شو وقت يقابل الاي يقابل اليو؟ يقابل يو شو وقت يقابله بالام ار ان اي والتي ار ان اي، يعني فقط بهذني. يعني انه هسه هنا مو عند التي، التي شو تصير؟ تصير اي، تصير اي هنا، تصير اي. السي تصير جي، احنا متفقين انه السي تصير جي. الاي شو تصير؟ الاي تصير يو، ما تصير تي. ليش؟ لان انت هنا عندك ام ار ان اي، وصلت؟ مو عندك انت هنا دي ان اي. بالام ار ان اي والتي ار ان اي الاي تتبدل بيو، وصلت؟ هنا الجي صارت عندنا سي، والسي تصير جي، والاي تصير يو. ليش؟ لان ام ار ان اي، والسي تصير عندنا جي، والاي تصير يو، والتي تتحول الى اي. خوش. فرضا انا اريد اكتب التي ار ان اي، فرضا هو تمام طالبين حد الام ار ان اي وواقف عندكم انتم، بس فرضا اذا اكتب انا التي ار ان اي، بس على مود اوضح لك شلون يعني تحول التتابع وقواعد النيتروجين. انه الاي شو يصير عندنا؟ يصير عندنا تي؟ لا ما تصير عندنا تي. ليش؟ لان هنا جاي نسولف عن ار ان اي، وبالار ان اي ما عندي انا تي، وصلت؟ فاذا هنا يصير عندنا يو، بس هي هاي مجرد هاي القاعده. فخلنا نجي نرجع، هسه هنا الدي ان اي انا جاي اسولف، هنا الدي ان اي موجود عندي انا بالنواه مالتي. عرفنا الاي شلون صارت، يعني الادينين يقابل الثايمين، الثايمين يقابل الادينين، الجوانين السيتوسين، وهكذا. عرفنا انه الاي يقابل التي بالدي ان اي، هاي الحكي الاي يقابل التي بالدي ان اي. اما بالار ان اي اذا جاي اسولف عن ار ان اي، لا الاي يقابل اليو. هيك شوف هنا عندي فرضا انا، شوف هنا عندي انا الاي اعطتني تي، بس التي ناشطتني اعطتني اي. هنا الاي صارت ما صارت عندي تي، لا صارت عندي يو. ليش؟ لان انا جاي اسولف عن ار ان اي. فهاي العمليه عمليه تحويل الدي ان اي لمن؟ الى ار ان اي، يعني ام ار ان اي. هاي يسمونها العمليه ترانسكريبشن، يسمونها عمليه ترانسكريبشن، واللي هي عمليه تحويل الدي ان اي الى الار ان اي حتى نكون البروتين. نجي هسه هنا شنو عندنا هنا؟ الاي يو جي الطاني هنا هذا المركب اللي هو الميثانين، يعني هو يعني بيبتايد، هو يعني حامض اميني، وهنا ايزو الطاني ايزو ليوسين والسيرين. شنو هذني؟ شلون منين اجن؟ باعوا يا شباب انه هذني شلون يعني كود، يعني كود هسه اذا شفت مثل كود اي يو جي، يعني هذا دليل، هذا الكود خاص بالميثانين، يعني هذا الحامض الاميني. الاي يو سي هذا يعني شلون كود خاص بمن؟ بالايو الايزو ليوسين، اما الكود هذا يو سي جي يعني السيرين. هذا انت طبعا ما مطالبين بحفظه، بس يعني اريد اوضح لك منين اجى. اما عندنا هذا الكود اليو اي اي، هذا يسمونه شلون يعني كود التوقف، يعني هنا يعني شلون يوضح لك انه العمليه مال الترجمه، يعني هاي هنا طبعا ترانزليشن، يعني شلون عمليه ترجمه هاي الكودات حتى يعني يكون الحامض الاميني. هو احنا ماخذين احنا بالساده يسمونه ترجمه الدي ان اي، يعني حتى الشفره الوراثيه مش شلون. المهم انه هاي الكودات من تعطينا هاي الحوامض الامينيه، كل كود خاص له بحامض اميني، انت ما مطالب تحفظهن ويعطيك هذا مثلا اليو سي جي مثلا سيرين، هاي تمام مطالب بحفظها، بس هو جاي يوضح لك هنا شلون جاي يصير عندنا عملية بناء وتصنيع البروتينات. هنا عندنا إذا تكون مثلا من عدة حوامض أمينية يسمونه بولي بيبتايد، أما هذا قلت لك هذا الكود اليو أي أي، هاي يسمونه كود التوقف، يعني جاي يوضح لك إنه هنا العملية ستوب، يعني توقفت مال عملية الترجمة. خوش. بعد شنو بقى عندنا؟ خلينا نجي
هسه شباب الحد اللي هنا واضح؟ قلوا لنا اذا واضح. صوت فاصل. شباب بس لا صوت ماكو يمكم. شباب صوت واضح؟ راح نجي الى وظائف الامينو اسيد، راح نجي الى الوظائف مال الامينو اسيد. شوف شباب انه احنا كل شيء مثلا تاخذ يعني النظره العامه، يعني مثلا هسه انا لو اجي اسولف لك مثلا اقول لك شنو وظيفه الدهون، تقول لي مثلا الخزن. شنو وظيفه الكربوهيدرات؟ الطاقه، انتاج الطاقه. يعني هي الكربوهيدرات يعني وين ما تشترك بالتفاعل انه هي تنتج لك طاقه. اما انا بالامينو اسيد انه هو يعني الوظيفه مالتها الاساسيه هي البروتينات، يعني تكون البروتينات، يعني هي الوحده البنائيه او نقدر نقول تكوين البروتين. خنج انه هنا جاي يقول لك يعني تكون ايش راح تكون لي؟ راح تكون لي البيبتايد وراح تكون لي البروتينات، لان هو بالاول بدايه الامينو اسيد يتحد فسلاسل من الامينو اسيد راح تكون لي بيبتايد، والبيبتايد يتحد مع بعض البعض يكون لي البروتينات. وقلت لك انه احنا هاي طبعا الوظيفه اللي اول وحده نكتبها، يعني هي اهم وظيفه الموست، يعني اهم وظيفه هي هاي. يعني اذا قال لك الامينو اسيد اهم وظيفه بي انه هو يكون لك البيبتيدات والبروتينات. خوش. وقلنا انه احنا فقط 20، احنا عندنا الثدييات انه احنا يكون عندنا 20 نوع، 20 من الامينو اسيد يشترك عندنا وين؟ بتكوين البروتينات بالجينيتك كود، يعني نقدر نقول الشفره الوراثيه هيك. يقول لك يعني احنا هسه الامينو اسيد صح هي تدخل بتركيب، الامينو اسيد صح هي تدخل في تركيب البروتينات، بس يعني مو بس هاي وظيفتها، لا قد تدخل يعني يقول لك مثلا بتكوين الليبت، يعني في تكوين الدهون، قد تكون الدهون مثل من؟ مثل عندنا السيرين بعمليه الفوسفو ليبت. السيرين في عمليه الفوسفو ليبت، يعني هو مو بس يكون صح له هو الوظيفه الاساسيه انه في بناء البروتينات، ولكن قد يدخل في تكوين بعض الدهون مثل عندنا السيرين في الفوسفو ليبت. نجي هنا شنو نيورو ترانسميترز. شنو عندنا النيورو ترانسميتر شباب؟ انه احنا خلينا نجي شوي نطلع خارج الموضوع. هسه فرضا عندنا احنا الجهاز العصبي مالتنا، الجهاز العصبي، الجهاز العصبي شنو يحتاج؟ يحتاج عصب حتى ينقل لنا الحوافز من انا يعني سواء من انحاء الجسم للدماغ او مثلا من الدماغ الى انحاء الجسم. المهم يعني يحتاج عصب حتى ينقل لنا الاعازات او الحوافز العصبيه في انحاء الجسم المختلفه. فهنا يعني هنا عندنا هاي ظاهره النيورو ترانسميترز، يعني هاي راح شلون راح تعمل عندنا الامينو اسيد كمحفزات، يعني محفزات يعني توصل يعني او ناقلات للاعاز العصبي. يعني راح تكون شغلها شلون يعني توصل الحوافز العصبيه هيك، يعني شغلها يعني شو مثل الجهاز العصبي، او تكون ميديترز. يعني شنو ميديترز؟ يعني منظمات، يعني تنظم سواء تسرع او تبطئ او توقف، يعني هو عملها يعني هاي الوظيفة يعني ثانوية، مو نقول يعني الوظيفة الأساسية، الوظيفة الأساسية هي بناء البروتينات والبيبتايد والبروتينات. أما الوظيفة الثانية قلنا إحنا إنه هي تكون نيورو ترانسميترز، يعني شنو؟ تعمل على يعني كمحفزات أو ناقلات للإعاز العصبي، أو تكون منظمات يعني تسرع أو تبطئ إلى آخره. خلينا نجي اللي هنا يقول عندنا الوظيفة بريكيرز فور اوذر ميتابولكس. خوش. يقول هنا راح تساعدنا في تكوين مركبات او جزيئات ثانيه. يعني من وظائف الامينو اسيد الى وظيفه ثالثه انه هي شو تسوي؟ انه تساعد بتكوين جزيئات او مركبات يعني ثانيه، يعني تساعد في تكوينها. مثل من؟ مثل عندنا الجلوكوز، مثل عندنا الجلوكوز بيا عملية الجلوكونو، بعملية الجلوكونو جينيسيس، بعملية الجلوكونو جينيسيس. يعني شنو هاي العملية؟ هاي العملية يسويها الجسم مالتنا حتى يصنع الجلوكوز، حتى يصنع الجلوكوز.
فهو يعني بمساعدة يعني نقدر نقول الحوامض الأميني. فالحوامض الأميني وظيفة أنه تساعد في تكوين مركبات أو مولكيور ثاني، مثل عندنا الكلوكوز بعملية الجلوكونوجينيسيس خوش، أو البيورين أو البرايمت بيس أو الهيمي and four other molecules أو جزيئات أخرى. انترميديت، شنو انترميديت؟ إنه يقول هنا يعمل كوسيط، وين وسيط؟ in the science and breakdown، ها إنه هو راح يدخل هنا الوظيفة الرابعة مالته، إنه راح يدخل كوسيط وين؟ في عمليات أما تصنيع أو بريك داون، يعني عمليات هدم، عمليات هدم للبروتين أوغينيك أمينو أسيد أند يوريا سايكل. ها يقول هنا راح يدخل لنا كوسيط وين؟ في عمليات التصنيع أو الهدم، أو عمليات التصنيع أو الهدم اللي تصير داخل أجسامنا، أو بالدورة مال اليوريا، مو اليورين، اليوريا. خور هسه نجي الوظائف كعادة سريعة. أول وظيفة واللي هي تكون الوظيفة الأساسية، الوظيفة الأساسية للأمينو أسيد، إنه هو يكون لي البيبتايد والبروتينات، هاي الوظيفة الأساسية. وقلنا إنه إحنا عندنا 20 أمينو أسيد داخل أجسامنا، اللي هو يكون عن يكون البروتينات بعملية جينيتيك كود، يعني الشفرة الوراثية. وقلنا إنه مو بس يكون إن مو بس يكون ان البروتينات، قلنا قد يدخل في تركيب بعض الليبت الدهون، يكون اللي مثل السيرين بعملية الفوسفو ليبت. وقلنا الى وظيفة يعمل كمحفز يسمونه نيورو ترانسميترز، يعني كمحفزات او ناقلات للإعاز العصبي، او كمنظمات يعني تساعد في تسريع او تبطئ، او هرمونز. بريكرز يقول هنا راح يصير عندي شلون يعني يساعد بتكوين مركبات ثانية أو جزيئات ثانية. قلنا مثل من؟ قلنا مثل الكلوكوز بعملية الجلوكونوجينيسيس، اللي هي عملية تكوين الكلوكوز، أو البيورين، أو البرايمت بيس، أو الهيمي إلى آخره. وقلنا الوظيفة الرابعة اللي طبعا هو وظائف الهوايط طبعا، بس هذين كوظائف يعني نقدر نقول بس هذا اللي حاط لكم يعني، بس هي الوظيفة الأساسية إنه بناء البروتينات والبيبتايد. بس أكو بعد إلى وظائف، يعني إنه قلنا الوظيفة الأخيرة إلى إنه يدخل كوسيط وين؟ في عمليات تصنيع أو هدم، في عمليات تصنيع أو هدم، أو في دورة مال اليوري. خوش خلنا نجي ننتقل. هسا إحنا صارنا ساعة نسولف عن الأمينو أسيد. هو شنو الأمينو أسيد؟ لازم ناخذ التركيب مالته. طبعا التركيب ماله هذا اللي قدامكم، هذا تحفظونه على مود تعرف انه انت من تشوف هذا المركب قدامك انه تقول هو هذا امينو اسيد، اللي هو يتكون من مجموعه كاربوكسيليك اسيد وامينو جروب ومرتبطه باس. طبعا خلينا نجي اكو شغلات هنا ثابته، يعني هاي هنا مجموعه، يعني مجموعه الكاربوكسيليك هاي مجموعه ثابته بالامينو اسيد. مجموعة الأمينو الـ NH2 هاي تكون مجموعة ثابتة. مجموعة الهيدروجين أيضا ثابتة، اللي راح يتغير عندنا اللي هي هاي الـ R side chain يسمونها، السلاسل الفرعية. الـ R يعني كل شيء ممكن تتوقعه، يعني يكون قد يكون CH3، قد يكون مثلا عندنا حلقة، قد يكون عندنا مركب أروماتيك مثل البنزين، يعني شنو ممكن تتوقعه يكون هو هذا الـ R. خلينا نجي شنو هذا الفا كربون. هسه راح نجي ناخذهم وحده وحده. انه هنا شباب بالامينو اسيد انه احنا عندنا المجموعه الوظيفيه مالتنا، لان احنا كل مركب لازم بيه مجموعه وظيفيه. واخذنا احنا مثل عندنا الالديهايد اللي هو سي دبل بوند دبل بوند او اتش، وخذينا مثلا بالكحول عندنا الاو اتش، عندنا مثلا كل شيء الى مجموعه وظيفيه. فهنا عندنا بالامينو اسيد عندنا المجموعه الوظيفيه هي مجموعه الكاربوكسيليك اسيد. فبالتالي اذا تريد تسمي انت تقول هنا انا واحد، هنا انا اثنين، هنا انا واحد، هنا اثنين. خوش بس هسه راح نجي ليش هاي الكربون صارت هنا عندنا باسم الفا كربون، ليش ما قال اثنين كربون؟ يعني هنا اثنين امينو كاربوكسيليك اسيد، يعني اثنين يعني موقع الكربون رقم 2 مال الامينو، وهنا ارتبطت بمجموعة أمينو ومجموعة كاربوكسيليك
اسيد. وصلت؟ هسه نجي راح ناخذ على الورقه البيضاء نجي نشرح على هذا التركيب. هسه احنا كنظره عامه، كنظره عامه الكربون مالتنا، بس الكربون مالتنا يا شباب منين يتكون؟ التكافؤ مالته رباعي، يعني الى القابليه ان يكون اربع اواصر تساهميه، اربع اواصر تساهميه. هنا أنا مجموعه السي او او اتش اللي هي مجموعه الكاربوكسيليك اسيد، هنا أنا مجموعه اتش، هنا أنا الار واللي هي تكون السايد تشين سلسله فرعيه يعني، وهنا أنا مجموعه الان اتش 2، الان اتش 2 ضاعوا يا شباب. هسه احنا قلنا عندنا المجموعه الوظيفيه اللي هي مجموعه الكاربوكسيليك اسيد ضاعوا يعني. سي او او اتش، هنا أنا فرضا ارتبطت عندي سي، هنا أنا ارتبطت عندي سي، وهنا أنا ارتبطت عندي سي. هذا طبعا يعني على اعتبار هي مجموعة الوظيفية فهي طبعا راح تاخذ رقم واحد، راح تاخذ رقم واحد. هاي الكربون اللي تجي بعدها هي المفروض طبعا تكون رقم اثنين، وهاي رقم ثلاثة، وهاي رقم أربعة، هاي رقم أربعة. بس هنا بما أنه طبعا بعدين راح ناخذ مصطلح كايرال، كايرال سنتر. يعني شنو كايرال سنتر شباب؟ يعني هسه هنا عندنا هاي هذا المركب يسمونه كايرال سنتر. شنو ليش يعني كايرال سنتر؟ انه يكون محاط باربع مجاميع، هاي مجموعه وهاي مجموعه وهاي ثلاثه، هاي المجموعه الثالثه وهاي المجموعه الرابعه. انه هاي ذره الكربون تكون محاطه باربع مجاميع، واحد يختلف عن الاخر، يعني واحد يختلف عن الثاني، يعني تكون غير متماثله. يعني هسه انا عندي مجموعه كاربوكسيليك منه، عندي مجموعه ان اتش 2 منه، عندي مجموعه ار وعندي مجموعه اتش، فكلهن مختلفات، فهاي يسمونها كايرال سنتر، يعني محاطه باربعه معوضات، تكون واحد مختلف عن الاخر، واحد مختلف عن الثاني. خلينا نجي، فيقول هاي مجموعه الكاربوكسيليك هي مجموعة الفاكشنال جروب، يعني المجموعة الوظيفية عندنا. اي المجموعة الوظيفية، فبالتالي هاي مو تاخذ رقم واحد، هاي المفروض تكون رقم اثنين، بس هنا احنا ما راح نسميها رقم اثنين، راح نسميها الفا، راح نسميها الفا. وراها يعني هي نقدر نقول انه هي ذرة الكربون الثاني، الفا يعني هي ذرة الكربون الثاني. هسه هاي يسمونها ايش يسمونها؟ الفا كربون. انت من تسمع الفا كربون تقول الفا كربون يعني عندنا مجموعة كاربوكسيليك وعندنا مجموعة امينو ومرتبطة بها مجموعة ار و اتش وماخذة رقم اثنين، يعني انت هيك هيك تتصور. يعني بناء اذا سمعت الفا كربون يسمونه الفا، الفا كربون يعني ذرة الكربون الثانية ومرتبطة بها مجموعة كاربوكسيليك ومجموعة امينو ومجموعة اتش ار وتكون كايرال، كايرال سنتر. وصلت؟ وهاي زين هسه هاي ذره الكربون الثالثه، مو احنا عندنا هنا الفا يجي وراها شني؟ اقدر هنا ثلاثه، بس احنا ما بما انه تكون يعني هنا الفا، هنا راح يكون عندنا هنا يسمونها بيتا، بيتا. واذا هنا عندنا بعد اربعه يسمونها جاما، يسمونها جاما. الفا خوش باعوا يا شباب. انه احنا عندنا هنا الكربون مالتنا يكون رباعي التكافؤ، يعني يرتبط باربعه اواصر، يكون لي اربع اواصر تساهميه. فهنا ارتبط عندنا هذا طبعا الشكل مال الامينو اسيد، انه يرتبط هاي مجموعه قلت لك ثابته اللي هي مجموعه الكاربوكسيليك اسيد ومجموعه الامينو منها وهاي الاتش، هذني ثابتات. اللي راح يتغير عندي، اللي راح يتغير عندي هو الار السايد تشين، سايد تشين. شنو الفا وشنو يعني شلون مساع كاتب لنا الفا كربون؟ شلون عرف الفا كربون؟ انه احنا عندنا هنا الفاكشنال جروب، يعني المجموعه الوظيفيه اللي راح نبدا نرقم من عندها اللي هي مجموعه الكاربوكسيليك. فهنا اخذ رقم واحد هاي الكربون على اعتبار هي المجموعه نبدا من عندها الترقيم. هنا هاي الذره الثانيه هي ذره كربون اثنين، رقم اثنين، بس هنا راح نسميها الفا كربون. بينما هاي اللي وراها الثالثه راح نسميها بيتا كربون. وصلت؟ وهنا راح اسميها شني؟ جاما. ف
فبالتالي هذا المركب هو مساع شو مسمي لكم؟ مسمي لكم اثنين امينو كاربوكسيليك اسيد. لا احنا راح نسميه شو نسميه؟ اقدر اسميه الفا امينو اسيد. اقدر اسميه الفا امينو اسيد. يعني شنو الفا امينو اسيد؟ يعني الفا امينو اسيد يعني كربون محاطه بمجموعه كاربوكسيليك ومحاطه بمجموعه ان اتش 2 وبيها مجموعه اتش ومجموعه ار، وذره الكربون ماخذ رقم 2 يعني على اعتبار الفا. بينما اذا قلت لك بيتا يعني عندنا هنا فد مجموعه بعد مرتبطه بيها، يعني هنا فرض هنا ساين عندي هنا السي سي اتش 3 سي اتش 3 فراح يصير عندي 1 2 3 فهنا الفا هاي راح تصير بيتا. فبالتالي اقول شنو؟ بيتا امينو اسيد. طبعا شباب راح يتوقف البث يعني على نفس الرابط اللي دزيته بالجروب تفوتون عليه. واحد شباب خوش بس على ما خلينا نرجع شباب ناخذ شنو مصطلح؟ راح ناخذ مصطلح يسمونه كايرال. كايرال سنتر. كايرال سنتر شنو هو؟ كايرال سنتر شباب يعني ذرة كربون، ذرة كربون تكون محاطة من اي مو يبي اربع جوانب، يعني تكون اربع عواصر تساوية. هنا انا راح يصير عندي معوض وهنا انا معوض وهنا معوض، يعني تكون محاطة باربع مجاميع، واحد مختلف عن الثاني، واحد مختلف عن الثاني. يعني شلون؟ يعني هنا انا فرضا عندي انا مجموعة فرضا يعني على سبيل الفرض عندي هنا انا فرضا بروم، هنا انا فرضا عندي كلور، هنا انا فرضا عندي فلور، هنا انا فرضا عندي فد مجموعه ار، عندي مجموعه ار. فهذا هنا شو يسمونه سال هنا عندنا؟ يسمونه هذا كايرال سنتر. كايرال سنتر هاي الكربون يسمونها كايرال سنتر. شنو ليش كايرال سنتر؟ لانها تكون محاطه باربع معوضات او مجاميع، واحد مختلف عن الثاني. كايرال سنتر. فبهاي ظاهرة الكايرال سنتر هسه نجي نطبق على الامينو اسيد سي. هنا عندنا مجموعة اتش، هنا عندنا مجموعة سي دبل بوند او او اتش اللي هي سي او اتش مجموعة الكاربوكسيليك، هنا أنا عندي مجموعة امايد اللي هي ان، طبعا هاي بعدين راح تاخذون النيتروجين شباب التكافؤ مالته ثلاثي، يعني كون لي ثلاث عواصر، هاي عاصر هاي اثنين هاي ثلاثة. طبعا هنا الان ارتبطت بكربون واحد فهنا يسمونه برايمري. النيتروجين يسمونه برايمري امايد، برايمري يعني نقول احادي يعني اولي. اما اذا ارتبط بعد عندنا بعدين راح ناخذ هنا عندي مو هاي الار، فرضا قلت لك هاي الار قد تكون هي سايد تشين، قد تكون مثلا عندنا سلسلة تكون بشكل متفرعة او ستريت، بعدين راح ناخذ. فاذا ارتبطت هنا هاي الان بعد بمجموعة كربون يسمونها سكندري، هاي بعدين راح ناخذ ان شاء الله، بعدين راح ناخذ بالمحاضرة الجاية ان شاء الله. هذا هو المركب مالتنا اللي يكون الامينو اسيد. التركيب مالتي انه هنا يكون عندنا مجموعة كاربوكسيليك، هنا مجموعة امينو، هنا عندنا ار، وهنا عندنا الاتش. قلت لك هاي المجموعة وهاي المجموعة وهاي ما يتغيرن، اللي راح يتغير عندي انا الار هنا راح تتغير. زين انا هسه احنا نسمع اكو مركبات عندنا من الامينو اسيد، عندنا السيرين الهستيدين، راح نسمع هذني يعني وفق اي شنو يعني سمالي هذا الحامض الامين. اذا هو انت تقول انه هذا الكاربوكسيليك ثابت، المجموعة الامينو ثابتة، عندنا مجموعة الاتش ثابتة، انا اقول لك شباب هاي الار، هاي الار هي اللي راح يعني شلون تبين لي نوع الامينو اسيد مالتنا، نوع البروتين مالتنا. وصلت هاي بعدين شايم راح ناخذ. هسه عرفنا مصطلح الفا وعرفنا مصطلح بيتا، قلنا هسه هاي هنا رقم واحد هاي يسمونها ذره الكربون يسمونها الفا. ليش؟ لان اخذت رقم اثنين وتكون هي كايرال يعني محاطه باربع مجاميع، واحد مختلف عن الثاني، فهي سميناها الفا. فاذا ارتبطت بعد مجموعه كربون نسميها بيتا، واذا بعد مجموعه كربون نسميها جاما والى اخره. خلينا نجي
خلني جراح هسه راح ناخذ اسبع شويه راح ناخذ بالسلايدات القادمه راح ناخذ ظاهره التوزيع الفراغي يسمونه ستيريو كيمستري يعني او ستيريو ايزوميرز يعني ظاهره التوزيع الفراغي انه شنو ظاهره التوزيع الفراغي يا شباب خلينا نجي طاوة بس احنا مو عندنا هذا المركب مالتنا بس خلنا ازغر شويه هنا انا فرضا عندي انا هاي هنا سي هنا ارتبط مجموعة NH2 هاي طبعا كلها على مود السلايدات الباقية يعني بس احكي لك عليه كلها تفهمها او انت بس ركز لي على هذا هنا مجموعة H هنا مجموعة R هنا مجموعة COOH هسه عندنا فرضا هذا المركب ماله وهنا تكون عندنا هنا شني مرة يعني مرآة هنا أنا إيش راح يصير عندي C H بس إحنا كل شيء ما غيرنا هاي ال R بس إيش راح أسوي أنا راح أحط من أنا ال N H 2 وهنا أنا راح أحط ال C O O H ما سوينا شيء بس غيرنا بمواقع ال N H 2 حطيت بداله مجموعة الكربوكسيليك بس هي هاي اللي غيرت. فالشباب شنو شافوا؟ انه شافوا انه هذا يعني اذا خليناه بصوره 3 دي يعني شلون ثلاثيه الابعاد يعني نقدر نقول يعني مجسم او هيك يعني 3 دي المهم يعني حطيناه يعني على او على مرآة فيعني هذا المركب مالتنا انت صح تشوف بس غيرنا مواقع بس احنا هنا غيرنا بخواص وغيرنا بتركيب هذا الحامض الاميني يعني مو عبالك انه هذا الحامض الاميني هو صح نفسه يعني من حيث تشوف بس تغيير مواقع بس هذا عن هذا يختلف من حيث الخواص يختلف من حيث الخواص مالته يعني يختلف تماما مو عبالك عن نفسه فهاي الظاهره شو يسمونها ستيريو ايزوميرز يعني ظاهره التوزيع الفراغي انه انا يعني اغير بالمواقع فباوعوا يا شباب هسه بعدين هم راح ناخذ مصطلح ثاني انه باعوا ياي شوف لي مجموعة ال NH2 شوف لي مجموعة الامينو وين صايرة على اليسار بس على ايدك اليسرى صايرة مو صح لو لا فهذه يسمونه يحطوا له مرات مصطلح L هذا مصطلح L شنو مصطلح L يعني ليفو مصطلح ليفو يعني شنو ليفو يعني يدل على ان مجموعة ال NH2 تكون باتجاه اليسار اما اذا كانت مجموعة ال NH2 بالاتجاه يعني على اليمنى على اليمين فهاي يسمونه يحطون مصطلح ديكسترو يعني هذا يدل على ان مجموعة ال NH2 تكون على اليمين ويحطوا له المختصر يعني مرات تسمع دي سيرين دي هستيدين او تسمع ال هستيدين ال سيرين فانت شنو تقول انه تقول هسه هاي مجموعة الامينو صايرة على اليسار انه هنا تسمع مثلا مصطلح دي يعني مصطلح ديكسترو يعني مجموعة الامين صايرة على الجهة مال اليمين طبعا احنا ك يعني بعد شوي هو موجود هم ذاكر لكم اياها بالسلايدات انه احنا هذا فقط ال هذا اللي تكون به مجموعة الامين على الجهة اليسرى انه هو هذا فقط اللي موجود باجسامنا احنا الثدييات موجود باجسامنا انه هو بس النوع L نوع D ما موجود عندنا داخل أجسامنا موجود عندنا بس النوع L اللي هو تكون ليفو اللي تكون مجموعة الأمين على الجهة مال اليسار خوش طبعا هذا الحكي احنا شو وقت نطبقه يعني اذا طالب يسأل شو وقت نقول ليفو ديكسترو يعني متى نطبقه هذا نطبقه اذا كانت ذرة الكربون كايرال سنتر يعني شنو محاطة باربع مجاميع واحد مختلف عن الاخر يعني واحد مختلف عن الثاني هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف يعني كل المختلفات وقلنا هاي ذرة الكربون نسميها الفا كربون والمركب هذا اذا اسميه كله اقول الفا امينو اسيد خوش طبعا هاي القاعدة اللي مال ال والدي ما راح تنطبق عندنا بمركب واحد طبعا هذا يجيكم ام سي كيو وذاكر لكم بالمحاضرات الجايه اللي يسمونه الجلايسين
الجلايسين هذا المركب الوحيد اللي ما تنطبق عليه هاي القاعده، ما ينطبق عليه هذا الحكي. يعني شنو يا حكي انه يكون ما يكون يعني كايرال سنتر، ما راح نقول عنه ال ودي اسرح. انت راح انا اقول لك هسه شلون هاي المحاضره تنزل فيديو. اي نعم حبيبي تنزل. خلينا نجي باعوا يا شباب انه احنا سوينا هو هذا. خلنا اجي ارسم لك اياه الجلايسين. هذا المركب الجلايسين شباب، سي اربع عواصف تساهمي. هنا انا عندي مجموعه كاربوكسي، هنا انا عندي مجموعه اتش، هنا انا عندي مجموعه اتش، وهنا انا عندي مجموعه امين. زين ليش الجلايسين ما تنطبق عليها هاي القاعده؟ احد يعرف يعني ليش احنا ما مثل نقول عن ليفو يعني شلون، او نقدر نقول يعني ليش ما تنطبق عليها هاي القواعد تو خذيناها؟ ها شباب مال ديكسترو ليفو ليش ما تنطبق عليها هاي القواعد؟ ها شباب خوش. لا مو ار ماكو، قلنا احنا قلنا الامينو اسيد، قلنا الامينو اسيد مالتنا انه يحتوي على مجموعه كاربوكسيليك وامينو اتش. قلنا احنا مجموعه الار تكون متغيره، مجموعه الار قد تكون شباب مجموعه الار قلت لك كل شيء ممكن تتوقعه، قد يكون اتش، قد تكون مجموعه الكيل، قد تكون اروماتيك، قد تكون سايكلو يعني حلقي، مركبات مثل ايثان يعني هذه المركبات الحلقيه اللي اخذناها، قد تكون سلسله اللي هي اليفاتك، بس قد تكون ستريت او قد تكون برانش يعني متفرعه الى اخر. يعني الار مو عبالك، يعني الار مو ثابت عندنا هنا بالامينو، بس هذا مركب امينو اسيد. بس ليش ما تنطبق عليه القاعده مال ديكسترو الليفو؟ ليش ما تنطبق عليه؟ تو زميلكم ايش قال؟ لان اتش2 موجوده. عافيه بالضبط. ليش؟ لان هاي ذرة الكربون مو كايرال سنتر، هاي ذرة الكربون مو كايرال سنتر، يعني ما محاطة باربع مجاميع مختلفة. ليش مو اربع مجاميع مختلفة؟ لان انا عندي منها اتش وعندي منها اتش، فبالتالي عندي هنا مجموعتين متشابهة، فهاي يعني ما يسمونها كايرال سنتر، فبالتالي ما تطبق عليه قاعدة الليفو، وبالتالي حتى الان اتش 2 صايرة فوق يعني ما تطبق عليه القاعدة، مو على اليمين ولا على اليسار. فطبعا هذا احتمال يجيكم ام سي كيو، فشباب يعني ركزوا بي لا تعوفونها. خلينا نجي هسه ناخذ نرجع لمحاضرتنا. خلينا نجي هنا شنو عندنا هنا؟ يقول عندنا هنا هذا شوف هسه مركب هنا عندي امينو اسيد، هاي مجموعه كاربوكسي. ممكن تعيد ملاحظه البث في العادة. مشكلة تدلل. هذا الجلايسين. الجلايسين قلنا هنا بي مجموعة، هنا عندنا الكربون، هنا مجموعة امينو، هنا مجموعة اتش، هنا عندي مجموعة مجموعة اتش، هنا عندي مجموعة كاربوكس. هذا الجلايسين ما تنطبق عليه هاي القواعد مال الديكسترو الليفو اللي قلنا مثلا الامين يكون على اليسار يكون ليفو، الامين ويكون على اليمين يكون هذا ديكسترو. وليش؟ لان هاي ذرة الكربون يا شباب مو تكون يعني مو كايرال سنتر، يعني مو محاطة باربع مجاميع مختلفة. فهنا عندي مجموعتين انا متشابهه اللي هي الهيدروجين هنا وهنا عندي، فهنا تكون متشابهه، فبالتالي هاي ذره الكربون مو كايرال سنتر، فبالتالي ما تطبق عليها هاي القواعد مالتها. فكل الامينو اسيد هاي ال20 اللي عندنا تنطبق عليها باستثناء الجلايسين. باستثناء الجلايسين ليش؟ لان التركيب مالته يختلف ويحتوي على هيدروجين اثنين، فبالتالي ما يحتوي على اربع مجاميع مختلفه. وهذا طبعا تحفظونه قد يجيكم ام سي كيو على اعتبار يعني هو يعني استثناء عندنا اكسبت. هسه تعال هنا الامينو اسيد عندي هذا ما يحتوي على مجموعه كاربوكسي،
مجموعة أماين، هنا أنا عندي H وهنا عندي مجموعة R، هذا أمينو أسيد رقم واحد راح يتفاعل ويا هذا الأمينو أسيد رقم اثنين. طبعا لازم يكون عندي أنا جهة الكاربوكسيل مقابلة إلى جهة الأمينو، يعني ما يصير عندي منها الكاربوكسيل وهاي جهة الكاربوكسيل تحطها منها وتحط منها مجموعتين، لا لازم جهة الكاربوكسيل قابلة لجهة الأمينو بالمركب الثاني. على مش راح يصير عندي، راح يصير عندي اتحاد ما بين الـ OH مال الكاربوكسيل وي الـ H مال الأمين الأمينو، فش راح يتكون عندي؟ راح تتكون عندي جزيئة ماء، راح تتكون عندي جزيئة ماء. فش راح يصير عندي؟ هنا صارت عندي آصرة شاغرة وهنا عندي آصرة شاغرة، فش راح يتكون عندي أنا هنا؟ راح تتكون عندي هنا آصرة ما بين هذا المركب وهذا المركب اللي هي هاي الآصرة، شبه نفس المركب ارتبطت هاي الآصرة شباب، الأواصر شباب، الأواصر التي ترمط ما بين أمينو أسيد وأمينو أسيد آخر هي أواصر ببتيدي، أواصر ببتيدي، وصلت شباب؟ هذا الأمينو أسيد هذا الأمينو نقدر نعتبره ببتايد وهذا هم ببتايد، فصار عندي أنا اثنين من الببتايد. فش قلنا إحنا عنه؟ داي ببتايد، داي ببتايد يعني الداي قلنا هو يعني يدل على كلمة ثنائي، ثنائي الببتايد هيك خوش. وهاي قلنا الآثر شني؟ ببتايد باوند أو ببتايد لينك ايج، هاي بعدين راح ناخذ هاي واحد كاتب لك إياها، هاي كاتب لك إياها إنه ما بين هو شنو هاي هنا كاتب لك إياها كاربوكسيل، هذا الكاربوكسيل شباب، هذا الكاربوكسيل والأمينو جروب، هذا الأمينو جروب، الآسرة اللي تتكون بيناتهم يسمونه ببتايد لينك ايج يعني او ببتايد باوند، يعني آسرة ببتيدية تتكون ما بينات، تتكون بينات خوش، يعني ببتايد سمين مركب لازم يتفاعل ثابت، لا هو الببتايد هو الامينو اسيد هو ببتايد يعني هو يعني ببتايد. هسا هذا عندنا ببتايد واحد وهذا عندنا ببتايد رقم اثنين، فصار عندي داي ببتايد هيك يعني. خلنا نجي هسه لانه احنا قلنا اذا عندنا يعني شلون اذا مجموعه امينو اسيد فسمي هذا بولي ببتايد، عديد الببتيد، ليش عديد الببتيد؟ لان هو اصلا الامينو اسيد يسمونه ببتايد هيك يعني الفكره يعني. تعالوا يا هسه شباب نجي لهنا، شنو عندنا هنا؟ يقول بالفيزيولوجي بي اتش، ها يقول بالظروف الفيزيولوجيه يكون عندنا البي اتش الطبيعيه مالتنا 7.4. طبعا كتعريف شباب للامينو اسيد، هو شنو تعريف الامينو اسيد؟ انه هو مجموعه اورجانيك مولكيول، جزيئات عضويه، ليش جزيئات عضويه؟ لانها تحتوي على كربون، هي عضو يعني بكربون. That is made up of a basic amino group، يعني يحتوي على مجموعة أمينو يعني أنا أسيدو، ويحتوي على مجموعة كاربوكسيل، وهاي مجموعة الـ NH شباب، هاي مجموعة الـ NH2 تكون basic. شنو basic؟ يعني قاعدية، يعني شنو قاعدية؟ يعني إلها القابلية على اكتساب أيون اكتساب بروتون H، يعني إلها قابلية أن تكتسب بروتون H. اما هاي مجموعة الكاربوكسيل هاي لا تكون اسيدك حامضية. شو يقول؟ زي الببتيد مو يكون امينو اسيد؟ احنا هسه لما اقول انا عندي البروتين، بس اذا تركز وياي، لما اقول انا البروتين مالتي يتكون من بولي ببتايد واحد او اكثر، بس هو الببتايد شنو؟ هو ترى امينو اسيد، امينو اسيد ارتبط بامينو اسيد، هو امينو اسيد يعني ببتايد، ارتبط بامينو اسيد ثاني صار ثنائي الببتايد، ارتبط بعد صار ثلاثي الببتايد، صار اكثر من ثلاثه، لان احنا عندنا قاعده شو تقول؟ انه احنا بس باعوا يعني. اذا عندي انا سنانه عندي هذا الببتايد واحد، هذا ببتايد اثنين، صار عندي هنا انا ارتبط هذا الببتايد وهذا الببتايد، صار عندي داي ببتايد. فاذا كان عندي الببتايد مالتي من واحد الى اثنين نقدر نسميه ببتايد، او مثلا اذا اثنين ارتبط نسميه داي ببتايد خوش. بس اذا كان عندي من ثلاثه الى عشره، طبعا هذا المصطلح هم راح تاخذونه
يسمونه اوليجو بيبتايد. اوليجو بيبتايد يعني شنو؟ قليل الببتيد، يعني من 3 الى 10 هاي يسمونه قليل الببتيد. بينما اذا كان اكبر من 10 يعني اكثر من 10، عندي انا ببتايد عندي اكثر من 10، من 10 الى 100 او اكثر، فهذا شو يسمونه؟ يسمونه بولي ببتايد، يعني يتكون من سلاسل من الامينو اسيد، يعني هوايه كل هواي من 10 فما فوق. وضحت؟ اذا عندي انا امينو اسيد 2 نقدر نقول انا داي ببتايد. بينما اذا كان عندي من 3 ل 10 هذا شو يسمونه؟ يسمونه اوليجو ببتايد، قليل الببتيد. بينما اذا كان عندي انا الامينو اسيد المرتبطه صاير على شكل سلسله من 10 فما فوق فهي يسمونه بولي ببتايد. وصلت شباب؟ فوب يعني تقدر تقول انه يعني متعدد الببتايد، عافيه متعدد الببتايد بالضبط. اي شباب نرجع لقاعدتنا، باعوا يا شباب ركزوا، انه احنا قلنا هنا هذا امينو اسيد فاعل ويا هذا الامينو اسيد، تفاعلت هاي الاو اتش ويا الاتش كونت لي جزيئه ماء، هنا صارت عندي آثرة شاغرة وهنا صارت عندي آثرة شاغرة، فتكونت عندي آثرة ما بين هذا الأمينو أسيد رقم 1 والأمينو أسيد رقم 2، هاي الآثرة نسميها بيبتايد باوند أو بيبتايد لينك إيج، يعني شنو؟ آثرة بيبتيدية أو رابطة بيبتيدية. وضحت؟ اللي هي تتكون ما بين الكاربوكسيل والأمينو، قلنا هاي الكاربوكسيل وهذا الأمينو. خوش. طبعا يقول نو كيميكال ريكشن هيدروجين باوند، يعني يقول هنا انه ما راح تتكون عندي آثرة هيدروجيني. خلينا نجي نرجع لهاي القاعدة مالتنا، شنو هنا كاربوكسيل جروب يكون ديسوشييت، يعني شنو هاي يقصد؟ انه يقول احنا البي اتش مالتنا بالظروف الفسيولوجية يعني تكون 7.4 النورمال الطبيعية مالتنا. يقول فبالظروف هاي مال البي اتش تكون 7.4 ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي قلنا طبعا شنو قلنا؟ قلنا يا شباب انه هاي السي او اتش مجموعة الكاربوكسيل يا شباب تكون اسيدك يعني حامضية، واحنا الحامض شنو هو القابل؟ يعني يفقد بروتون اتش، وش راح يكتسب؟ راح يكتسب نيجاتيف تشارج، يعني شنو؟ شحنة سالبة. صار عندي سي او يعني هذا راح من يفقد هاي الاتش، فش راح يصير عندي انا؟ سي او سالب، صارت عليه شحنه سالب. وش راح يسمونه هو من يصير عليها شحنه سالب؟ يسمونه كاربوكسيليت ايون. بينما هاي مجموعه يا شباب مجموعه الان اتش 2 هاي تكون بيسك، يعني شنو؟ قاعديه، الها القابليه على اكتساب بروتون اتش. فش راح تصير عندي انا؟ انا راح تصير عندي ان يعني هاي مو فقط اتش، راح تجي المجموعه الامينو راح يصير NH3، فشوف صار NH3 وصار عليه شحنه موجبه بروتون، يعني يكتسب بروتون. هسه هنا ننتقل الى هنا السايد تشين، هنا السايد تشين. شباب انه انت اهم شيء لازم تعرف عندي شنو شغله وحده، انه احنا سته قلت لنا هسه هذا كاربون، هنا مجموعة H، مجموعة كاربوكسي، وهنا مجموعة أمين اللي هي NH2، وهنا اللي هنا خلينا نوقف. أنت قلت لنا إنه الأمينو أسيد بصورة عامة يتكون من كاربوكسيل و H ومجموعة أمينو أسيد. زين. انت شلون راح تجي يعني احنا قلنا عندنا مركبات الهستيدين السيرين، يعني عندنا بروتينات الى اسماء، شلون عرفت انت اسم هذا المركب وفق اي شنو؟ فيقول يا شباب انه وفق هاي السايد تشين راح نقدر نعرف النوع مال البروتين مالتنا، راح نقدر نعرف نوع البروتين مالتنا وفق من؟ وفق هاي الار. هاي الار هي اللي راح تحدد لي نوع البروتين. وصلت؟ اسم البروتين. وصلت شباب؟ خلينا نجي فراح نجي كيميكال بروبرتيز اوف سايد تشين، راح ناخذ الخصائص الكيميائيه مال السايد تشين.
ثواني خاف احد ما واقف عندي باو يا شباب ثلاثان عدينا نسي سي او اتش هنا ان اتش 2 هنا مجموعه اتش قلنا احنا نعرف نوع تذكرون انه هاي الار الار مالتني او بصوره عامه بتذكرون بالكيمياء العضويه من كنا ناخذ قلنا اذا مثلا عندي سي اتش 4 يعني هذا ميثان سي 2 اتش 6 هذا ايثان والى اخره بروبان بيوتان اوكتان نونان الى اخره فهاي نفس الوضعيه هنا نفس الوضعيه مثل ما كنا نقول اذا بيكربون وحده هذا ميثان اذا كربون اثنين هذا يكون ايثان هنا نفس الحاله فاذا ارتبطت بي مثلا هنا هاي الار هاي الار ترتبط هنا اذا كان بيها كربون واحد ترى هذا البروتين له اسم هيج هي له اسم فلان واللي هو صور اسمه السيرين مدري اصور يعني طبعا او اذا ارتبطت بي بعد الكربون هنا فرضا كربون هنا انا كربون هذا البروتين له اسم طبعا هاي هنا السلسله مالتنا هاي ستريت فرضا تكون عندنا طبعا هاي الالفات راح ناخذها بعدين هنا اللي تكون اما ستريت او تكون برانش يعني قد تكون مستقيمه او متفرعه متفرعه مثل شنو مثل عندنا كربون هنا فرضا عندي كربون فهذا البروتين له اسم او قد تكون لا شلون قد تكون هاي الكربون مالتنا هنا المرتبطه هسه هنا عندنا الكربون قد تكون لا سايكلو قد تكون سايكلو قد تكون بشكل حلقه قد تكون بشكل حلقه وقد تكون لا اوروماتيك يعني شلون اوروماتيك يعني لا حلقه بنزين عندنا هاي هنا حلقه بنزين وضحت يعني كل شيء هاي الار كل شيء ممكن تتوقع او قد تكون مجموعه اتش او قد تكون مجموعه اتش اذا كان مجموعه اتش اللي قلنا هاي الجلايسين مو لولا فيعني هاي الار قد تكون سي اتش 3 سي مثلا قد تكون مجموعه اتش الى اخره يعني كل شيء ممكن تتوقع ان تكون اوروماتيك شنو صاحبنا يعني اسماء البروتين مطالبين كحفظ لا 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 لا, لا. شباب خذ سؤال انه انتم هسه فرضا خلينا ننزل هسه هنا انت مطالب بحفظ اسماء ما مطالب بحفظ التركيب مالتي يعني ثاني السيرين خوش حفظته انا عندنا ترى من ضمن تسميه الامينو اسيد عندنا واحد اسمه السيرين الفالين الايزوليوسين الهستيدين السيستين هذني شني انت تحفظهم حفظ بس ما مطالب تحفظ التركيب الكيميائي مالتي يعني مرتبطه بمجموعه كاربوكسيل ومجموعه ان اتش 2 مجموعه اتش واي ال ار خلينا نشوف الار شني وتدوخ روحك بشيء هو اصلا ما مطالب به انت مطالب بحفظ اسمائهم فقط مطالب بحفظ الاسماء مالتهم هاي تحفظون الاختصارات مالتهم واذا تحفظت الاسم اخذ اول شيء له مثلا سال السيستين تاخذ اول ثلاث احرف هذا الاختصار مالته او يكتبونه على بعد يختصرونه اكثر يكتبون سي كابت الهستيدين ياخذ هذول هنا ليش خذوا هاي الاحرف يعني ما اخذوا كلمه ايزو لان احنا بعد اخذنا بالكيمياء العضويه سابقا الايزو طبعا تسميه الايزو ما جايه عبثا انه جاي يعني يقول لك انه الكربون السكندري تكون محاطه باثنين تفرعات هيك يعني او اثنين على ما اتذكر يعني فهاي يسمونه ايزو فهم ما يقدرون يحطوا له بس ايزو لان ما راح يدل لي على اسم انا هذا امينو اسيد فاخذوا الاختصار الاول وخذوا من الكلمه الثانيه اول حرفين هنا هم اخذوا الاختصارات فانت اذني تحفظهم اذني تحفظهم انا اقول لك تحفظ بس كتركيب كيميائي لهم ما مطالب بالحفظ مالك خلينا نجي هنا شو يقول كيميكال بروبرتيز اوف سايت شين الخواص في الكيميائيه مال السايت هاي السايت شين شباب اول يقول ديترماين هو تو بروتين فلوس يعني شنو يعني يقول هنا اول خاصيه يعني الخواص الكيميائيه مال السايد تشين اول خاصيه راح يحدد للطريقه مال التجميع او التكوين مال البروتين بروتين فولدز راح يحدد لي طريقه تكوين او تجميع البروتين هو
ات بند سبيشال ليجاند راح يحدد لي طريقه الارتباط مالته بالليجاند هاو تو انتراكت وذ انفايرمنت راح التفاعل ويا البيئه مالته يعني شو راح يتفاعل مع البيئه مالته يعني السايت المهم هسه نذني فلاور خلينا نجي ننتقل بعدها هاي خلينا البيئه تو عرفنا شباب شو وقت تكون ذره الكربون الفا وشو وقت تكون بيتا وشو وقت تكون جاما وصور واقع عندكم قلنا كمراجعه سريعه يعني كمراجعه سي او او اتش هنا عندنا امينو اسيد فرضا هنا أنا كربون هنا أنا اتش هنا أنا عندي ار هنا أنا عندي ان اتش 2 قلت لك انه هذه ذره الكربون يسمونها كايرال سنتر فبالتالي هذا اذا اريد الرقم الفاكشنال جروب اللي هي عندنا مجموعه الكربوكسيل فبالتالي نعطيه رقم واحد هذا نعطيه الفا اذا كانت هنا عندي بعد هنا سي اتش 3 فرضا سي اتش 3 هذا يصير بيتا واذا ارتبطت بعد عندي يصير جاما والى اخره وصلت شباب يعني الالفا تدل لي على ذره الكربون رقم 2 محاطه مجموعه كربوكسيل وامين اما بيتا لا ذره الكربون الثالث وضحت خلنا نجي اللي هنا طبعا هاي خذيناها وقلنا شرحت لكم شباب قلت لك شباب انه هسه انت معدك هسه هذا المركب مالتنا هسه هذا يا مركب هذا مركب من الامينو اسيد شوف هنا ليش حاط له هنا مصطلح ال هذا مصطلح ال قلنا هذا مصطلح ليفو شنو ليفو يعني اذا كان قلت لك انا من الساعه اذا كان عندي الامينو مالتنا على جهه اليسار فاحنا راح نحط ال اختصار ال خط اختصار يعني ليفو اذا كانت عندنا مجموعه الامين على اليسار الفا امينو اسيد ليش الفا امينو اسيد لان عندنا هنا المجموعه الوظيفيه اللي هي اي اي 1 هذا صار عندنا الفا ليش سمينا الفا ليش ما قلنا 2 لا احنا هنا كمختصر انه يكون ذره الكربون هاي كايرال سنتر فراح نقول احنا عنها الفا كربون فبالتالي يصير المركب مالتنا اسمه الفا امينو اسيد ليفو الفا امينو اسيد بينما هذا المركب سوينا احنا بس غيرنا موقع ال ان اتش 2 شوف هنا ال ان اتش 2 صارت هنا شوف صارت هنا وجبت الاتش حطيت هنا هنا طبعا هاي على الميرر يعني على المرآه يعني هاي ظاهره التوزيع الفراغي اللي خليناها مثل قلت لك الستيرو ايزوميرز واللي هي مصطلح ثاني اللي هو هذا حطيناها يعني صار شلون صوره ثلاثيه الابعاد فيقول لك انه هذا المركب يختلف تماما عن هذا المركب مو عبالك نفسه هو صح انت غيرت المواقع بس يختلف تماما بالخواص مالته هذا هنا أنا طبعا حطينا مصطلح ديكسترو يعني ليش ديكسترو؟ لان قلنا ديكسترو يدل على ان مجموعه الامين سايره على اليمين الفا امينو اسيد الفا امينو اسيد فقلنا انه ان اول اوف امينو اسيد ها يقول جميع الامينو اسيد تخضع لظاهره التوزيع الفراغي باستثناء الجلايسين ليش باستثناء الجلايسين يلا شباب جاوبوني انتم ليش باستثناء الجلايسين ليش الجلايسين ما يخضع لقاعدة الستيرو ايزوميرز؟ ليش ما يخضع لهاي القاعدة؟ اللي هي مثلا نغير بالمواقع، ليش ما يخضع لهاي القاعدة؟ جاوبوني يا شباب. لأن يحتوي على ذرتين هيدروجين بالضبط، وبالتالي ما نقدر يعني لان يحتوي على ذره هيدروجين يعني مو كايرال سنتر يعني نقدر نقول لان هو مو كايرال سنتر لان هاي القاعده تخضع لذره الكربون اللي تكون كايرال سنتر هي تحتوي على اربع مجاميع مختلفه تقول انه هذه ال ال الالفا وينه هاي الالفا كربون عرفنا ليش الفا كربون يقول اسيمتريك شنو اسيمتريك يعني اسيمتريك نقدر نقول غير متماثل يعني او بعباره ثانيه انه هو يحتوي هاز فور ديفرنت سبستيتوت يعني يحتوي على اربع مجاميع مختلفه او معوضات مختلفه شوف هاي المجموعه مختلفه شوف
هذين المجاميع أربعة، واحد مختلف عن الله، واحد مختلف عن الثاني، فبالتالي إحنا هنا نقدر نطلق على هاي ذرة الكربون اسم ألفا، بيا حالة بحالة الكايرال سنتر اللي يحتوي على أربع مجاميع مختلفة ويسمونها أسيم أسيمتر، يعني غير متماثل يعني. وعرفنا شو وقت نحط الاختصار ديكسترو اللي هو قلنا إذا كانت مجموعة الأماين على الجهة مالت اليمين هاي نضع مصطلح ديكسترو، وال اللي هو ليفو إذا كان مجموعة الأماين على الجهة مال اليسار خوش. وقلنا إذا قلنا هاي الألفا كايرال سنتر وعرفنا شنو مصطلح كايرال سنتر، قلنا محاطة بأربع مجاميع مختلفة، وقلنا شباب قلنا ملاحظة مهمة، قلنا ترى فقط هذا النوع الموجود داخل أجسامنا اللي يكون مجموعة ليفو. شوف all amino acid found in protein RL، وين هاي المجموعة ال L هي فقط الموجودة داخل أجسامنا، يعني هاي العشرين أمينو أسيد الموجود داخل أجسامنا يكون من نوع L مو من نوع D مو من نوع ديكسترو. وصلت؟ وصلت شباب؟ يعني احنا اللي موجود بداخل أجسامنا من النوع ليفو اللي يكون مجموعة الأماين على جهة اليسار. وضحت؟ يعني هاي العشرين أمينو أسيد الموجودة داخل أجسامنا تكون من نوع L. وضحت؟ وقلت لك هذا هذا يعني أنا MCQ يعني احتمال يجيك ومهم جدا. قلت لك الجلايسين ما يخضع لظاهرة التوزيع الفراغي اللي ينحط مثلا على الميرر وراح يختلف المواقع، ليش؟ لأن هو مو كايرال سنتر، ما يحتوي على أربع مجاميع مختلفة لأن بهيدروجين اثنين. واضح هسه لحد هنا ماكو شيء ما واضح إن شاء الله. ها شباب شبابنا أكو شيء ما واضح؟ إذا أكو شيء ما واضح قلولي. طبعا شباب حكيت لكم عن هاي وقلت لكم انه انتم هذول مطالبين بحفظ اسمائهم، تحفظ الاسم ماله فقط، ما مطالب بحفظ التركيب الكيميائي مال هنا، يعني هذا المركب الامينو اسيد الاختصار مالته هذا، وتقدر تختصره لان تحفظون حفظ. خلينا نجي البولر والنون بولر، راح نجي نصنف الامينو اسيد تبعا لمجموعه الار، تبعا لمجموعه الار اللي هي سايد تشين بروبرتيز اوف ذير سايد تشين، مجموعه الار. طبعا هاي مجموعه الار راح نصنفها حسب القطبيه مالتها واللا قطبيه، يعني مرات تكون قطبيه او غير قطبيه، نون بولر غير قطبي بولر قطبي. منو يعطيني مثال على النون بولر والبولر؟ يعني مثال يعني شلون اقدر اقول لك؟ خلينا جاي اعطيك مثال. شوف شباب هنا عندنا طبعا قاعده مال حتى تفهمها انه هنا نعتبره مثل الباتري، يعني شلون هسه عندنا هنا هذا الباتري ماله، الباتري مالتنا بيه قطبين، قطب موجب وقطب سالب، قطب موجب وقطب سالب. فاذا كان يحتوي على شحنتين مختلفات فراح يصير هنا يعني قطبي بولر، راح يصير عندنا هنا اذا يحتوي على شحنات مختلفه يسمونه بولر. اما اذا كان يحتوي، طبعا شباب البث راح يوقف بعد دقيقه، فاذا وقف على نفس الرابط اللي دزيته بالجروب تفوتون عليه. خلينا نجي نكمل هنا، طبعا على مين كمل هو راح يوقف، فاذا وقف تدخلون على نفس الرابط شباب. يلا شباب نعيد، راح نجي نصنف الامينو اسيد، راح نجي نصنف الامينو اسيد وفق لخواص السايد تشين اللي هي مجموعه الار. هاي الار راح ناخذ خواص منها اللي هي تكون نون بولر يعني لا قطبي، وراح ناخذ البولر يعني هاي مجموعه الار قد تكون قطبيه او قد تكون لا قطبيه. فشنو النون بولر؟ النون بولر يا شباب تخيل وياي عندنا باتري، فهذا الباتري مالتنا لو كان يحتوي على شحنه سالب بسالب او على شحنه موجبه ومنانه موجبه، هذا احنا نسميه نون بولر، هذا احنا نسميه نون بولر يعني غير قطبي.
ليش؟ لان ماكو عندنا اختلاف بالشحنات مالته، فيكون هاف ان ايفن ديستربشن اوف الكترون، يعني يحتوي يعني شلون يعني يكون توزيع الالكترونات بمتكافئ يعني متعادل او متشابه، يعني بصوره دقيقه متشابه. ليش؟ لان يحتوي على سالب سالب او موجب بموجب، فبالتالي ما عليه شحنه، ما عليه شحنه. ليش؟ لان يكون يعني متعادل متعادل يعني. اما البولر لا، يكون باتري مالت نشبي يحتوي على شحنه موجبه وشحنه سالبه اون ايفنت، يعني شنو؟ غير متعادل، غير متعادل او غير متكافئ او غير متشابه، فبالتالي توزيع الالكترونات فيه راح يكون فراح يكون عندنا توزيع الالكترونات شبي يعني مختلف، يعني نانا ليش؟ لان يحتوي على موجب بسالب. وطبعا اذا تريد تفوتون اتش باعتبار الالكترون يعني سالب. بالضبط بالضبط بالضبط، انا ما اريد افوت لكم بتفاصيل هاي، هاي التفاصيل يعني كلش هوايه. يعني مثلا ساعدنا هنا فرضا عندنا هنا مثلا الهيدروجين عندي والكربون، الكربون مثلا هذا السهم يكون السهم منا راح يكون يعني راح تكون عندنا شحنه سالبه وهنا موجبه. ليش؟ لان هذا كهرو سلبيته عاليه، فانت هاي السالفه ما لك علاقه. فانت هنا يعني تحفظ لي اياها انه اذا كانت عندنا الشحن موجب بسالب هذا بولر، يعني يحتوي يعني توزيع الالكترونات يكون به غير متكافئ فهذا بولر. ليش؟ لان يحتوي على شحنتين مختلفه. هنا لا متعادل. ليش متعادل؟ لان شحن متشابهه مالتي قد تكون سالب سالب او موجب موجب، فايد تبعا لخواص البروبرتيز اوف ذير سايد تشين اللي هي مجموعه الار. جاي نحكي عن مجموعه الار. خلينا نجي هنا راح ناخذ التصنيف مال الامينو اسيد تبعا للار اللي هي سايد تشين. بس شلون هاي الار مالتنا شباب؟ قلت لكم من ساعه، قلت لكم من ساعه الار مالتنا هاي. خلينا ننزل هنا، خلينا ننزل. قلت لك انه احنا مو عندنا هذه السي، هاي السي هنا عندنا مجموعه سي دبل بوند او او اتش، هنا عندنا مجموعه اتش، هنا عندنا مجموعه امينو. هاي الار شباب قد تكون الفاتك، وقلنا الالفاتيك هو طبعا كاتب لك هنا ستريت او برانش، قد تكون سلسله يعني مستقيمه او تكون برانش يعني متفرعه. خوش، شلون تكون برانش وشلون متفرعه؟ يعني فرضنا عندي كربون، هنا أنا كربون وهنا أنا كربون وكربون كربون مرتبط بعده كربون هيك. اما يكون متفرع يعني هذا هنا عندنا هنا مثل كربون، هذا يكون برانش، هذا يعني سنان هذا الشكل مالته الفاتيك. فرضا لا، فرضا لا انه هنا عندنا هاي السي، خلينا نجي نصغرها هنا مرتبطة بكربون، بس هذا الكربون راح يكون بشكل حلقة واحد هذا سايكليك، يعني يكون كربون بشكل من رينج يعني حلقة، يعني يكون حلقي. بس هذا سايكلوهكسان، سايكلوهكسان او يكون اوروماتيك. اوروماتيك شنو؟ اوروماتيك يعني مثل حلقات البنزين، او يكون الفينيل اللي هو قلنا الارايل اللي هو ذره قلنا حلقه بنزين خذيناها قبل، حلقه بنزين فاقده لاتش يعني سي 2 اتش 5 قلنا نسميه فينايل. هسه هنا او يكون بنزين قلنا هيجي هذا، يعني هو هاي الفكره مالتي انه تكون هاي مجموعه الار راح تختلف عندنا حسب الخواص مالتها، تكون الفاتك قد تكون ستريت تشين او تكون سلسله متفرعه، السايكليك قلنا بشكل حلقه، اوروماتيك مثل حلقات البنزين او مثل الفينايل. اقول هسه اللي هنا شباب خلصت محاضرتنا، واتمنى يا رب تكونوا استفادتوا. خلصت المحاضره.